معانا ام مصطفى من الجيزه. يا ام مصطفى، السلام عليكم. عليكم ازي حضرتك يا السلام. استاذه نشوى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يخليك، انا متابعه جيده لحضرتك جدا، وكل اسبوع بتصل بحياتك. انا الاسبوع اللي فات اتصلت برده يوم الجمعه. يا اهلا، ده احنا من حظنا ان انت متابعانا، كتر خير. الله يخليك، وانا متابعه جيده الاستاذه هاله على قناه، على برنامج الستات برده. تمام ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها بصراحه. هي محبوبه من كل الناس والله. ده احنا محظوظين بقى ان احنا اقتنصناها وجبناها عندنا اهو. ربنا يخليك. الله يخليك. طب عندك اي سؤال؟ يا رب. انا عندي 22 9 انا 73. 22 9 73. تمام. عندي ابني 27 2 98. 27 2 27 2 98 ده ابنك. عندي جوزي، معلش اخر واحد 7 8 60. 7 8 60 خليط. احنا وانا خلاص ماشي. انا حاضر. شكرا يا حبيبتي، اتفضلي. طيب 27 2 حوت، وهي عذراء، اخر يوم في العذراء 22 9، فالعذراء والحوت التوافق ما بينهم حلو جدا. تمام. هم في وش بعض في الدايره الفلكيه. تمام. يعني هم المثاليين لبعض. خلاص حلو. الحوت والعذراء مثاليين اللي هو لبعض. ابنها اللي هو ابنها، جوزها بقى اسد. الاسد والحوت محتاجين مجهود كبير جدا، لان هي ميه وهو نار. طب هي النار بتحب اللي يطفيها؟ عمر النار ما طبيعتها ناريه متوهجه وعايزه تفضل متوجهه، هي جاي يجي الميه تطفيها. ففي هتلاقي ما بين الميه والنار عاده نديه دايما، هو انت ليه بتعمل كده؟ لا انت ليه بتعملي كده؟ فدايما بيستكوا ببعض. لكن هي وابنها، هم ابنها يا متعلق بيها جدا يا اما هي بتخاف عليه جدا، وفاهمين بعض. يعني مطيع ليها. يعني ابنها اولا، ابنها اللي هو الحوت محتاجه السنه دي معاه شويه يعني جهد مبذول شويه، لان في كوكب اللي هو زحل مؤثر على مواليد العشريه الاولى. زحل ده بينتقل كل فتره من حد لحد، ثابت ده له وراح للحوت، هيسيب الحوت ويروح للحمل، فهو ماشي بالترتيب. فهو دلوقتي نصيبه ان هو في الحوت، يعني محتاج ان احنا نطبطب على كل مواليد الحوت الفتره دي، نطبطب عليهم بمعنى كلمه نطبطب، ما نضغطش عليهم كفايه اللي فيهم. يعني الدنيا زحل، كفايه عليهم زحل. عارفه يا نشوى لما بنيجي نقول زحل، يومك زحل معناها ايه؟ مطين. فتخيلي بقى الكوكب ده بيتبادل، هو مش مركز مع حد، مش مستهدف حد. لا الحمد لله، هو بيتنقل، يعني بياخد ده شويه وده شويه، فهو نصيبه ان الفتره دي عند الحوت. فمعنى كده ان احنا مواليد العشريه الاولى اللي هم لغايه تقريبا نقول 3/3، من اول 19 2 ل 3 3 هم اللي نرقف بيهم بس الفتره دي. ماشي. خلاص، وما تضغطش على ابنها في مذاكره، فما اعرفش هو ايه احواله، ما تضغطيش عليه. ما تضغطيش على ابنها. خلاص انت خلي بالك من جوزك وامتصي غضب جوزك. وانت كعذرائيه طبعا ده شهر ميلادك، كل سنه وكل مواليد العذراء طيبين. عدوا المعاكسه، العذرائيين كانوا الشهر اللي فات او بقالهم شهر ونص صحيا مش احسن حاجه، صح، طاقتهم مسحوبه. خلاص بقى الشمس دخلت عندكم، فعندكم طاقه وعندكم قوه ونشاط وحماس، استغلي الطاقه دي بقى وخلصي كل اللي وراكي. طب بنتنا رويده عذراء 1/9. طيب بصي يا رويد، العذراء كان بقاله زي ما قلت شهر ونص تعبان مجهد، الشمس كانت في الاسد بيته ال 12 سحبه منه كل الطاقه المتاحه ومخليه اموره عكس الاتجاه اللي هو عايزه. خلاص من اول امبارح، من اول ما الشمس دخلت لبرج العذراء، نبتدي نحتفل بقى، نبتدي نشوف اللي ورانا ايه، نعوض، نبتدي نيجي بقى القناه الثانيه هنا مع مثلا نشوف. مثلا نيجي هنا نعوض عن الوقت اللي ضاع، عن الخساره اللي ضاعت، علاقه باظت مش مهم، نبص قدامنا، نحاول نتخطى بقى، يبادر ويعافر. ويعني عندك الشمس خلاص مديالك الطاقه المطلوبه، فما عندكيش حجه بقى، الشمس كانت مسحوبه منك بقالها يومين داخلالك. فابتدي بقى حققي، شوفي خطواتك، افتحي فايلاتك، ملفاتك، ابتدي وكل حاجه هتشتغلي عليها ان شاء الله سالكه. ولو عايزين نقول من امتى تحديدا، من بعد 15/9. بعد 15/9 الدنيا هتبقى زي الفل عند العذراء. ابشري. ان شاء الله بشرات حلوه. ابشري يا الوايد ان شاء الله.